السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناتي فضاء نجاة. صباح الخير ولا مساء الخير، وقت ما لحقكم هذا الفيديو. هذيك هي الفيديو تاع اليوم، رايح يكون متنوع، فيه وصفة في الأكياس، هذوك الأكياس تاع اللي يديروهم في الكوشة، الخضرة كامل بالدجاج محمر. فيه تاني نصائح تاع الماشينة لغسالة الملابس توجور غايلان ولا أي غسالة. قلتوا لي فيلمينا كيفاش تعصر، راني فيلميتها لكم. المهم الفيديو فيه كل شيء شوية شوية. صلوا عنبي عليه افضل الصلاه وازكى التسليم، ونبداو بسم الله. هنايا نهاري انا قبل ما ينوضوا، هذيك اللقطه تاع امينه كنت صورتها العشيه، بصح انا هنايا الصباح قبل ما ينوضوا نروح نضرب دوره قبل الجنان، نحي هذوك الحوايج كما شفتوني طويتهم، نحطهم هنايا، نحط السرابط ولي سورتي دبا، نحطهم هنايا فوق الماشينه لافي. جيت هنايا فرست الحوايج هذوك البيوضه، فرست تما البيوضه وحدهم والكحوله وحدهم، حطيت كامل هذوما الالوان تما الحوايج لي الوانهم كلاغ، حطهم. شوفوا هذا التريكو ما خلى ما بقى فيه وليدي، صافي والله غير صورته لكم باش نوري لكم هذه التدبيره كيفاش موالفه نديرها باش يخرجوا الحوايج يبرقوا. راكم تشوفوا كش راهو كحل يولي ابيض. على بالي تقولوا لي واش هذاك البويوار واش راه يدير تما، اي بان هذاك البويوار باسكو لما كيما سبورت قلت لكم راه يجينا نهار بنهار. الوغ الكتره وليدي كيلعب ماتش ولا يحطوا هنايا باش يدوج به، تما يسخن الماء ويدوج به. شوفوا هنايا هاد التريكو كيما قلت لكم حاشاكم. شوفوا كش راهو مدود، لعب فيه في الجنان وزاد لعب بالفيلو تاع خوه كان مديمون طيلاق كلش كلش. الوغ هذيك لا ليسيف اوليو نديرها في الباطا نورمال تاع الماشينه، فرغتها فوق هذاك التريكو تما كامل وين مطاشي فرغتو. مام هاد التريكو هذا البيض سورتو في لي مونش في الكول، اذا كانت كشطاشه ولا نفرغ هكذا كميه، هذاك البوشون كامل الاولاني نفرغو كامل على الحوايج، ندير لهم هكذا شويه شويه ونحطهم ديريكتومون في الماشين. انا ندير بوشون ونص، صافي بوشون الاول نحطوه في هذاك الحوايج اللي راهم موسخين، والدوزيام نزيد نفرغو هكذا من الفوق. تما انا ما درتش في لو باك تاعو لي من الفوق. هنايا توجور الغسيل، يا نغسل هكا الغسيل العاديه، يا ندير ميكس هذا ولا نيتواياج بروفوندور. نبدل نزيد برك في درجه الحراره، نديرها 40 لي تور نديرهم 120. اذا كانت معمره الماشينه نديرها 3 تشليلات، اذا ما كيما راهيش معمره كيما اليوم ماشي معمره نخليها غير زوج تشليلات. هنايا رحت ننشرهم، شوفوا عطوني ننشر لكم الحوايج، ننشرهم بالطبع والشان، بصح ما تعطونيش نطويهم. هذا ما كان هذا ينور العشيه، يتفتح مع العشيه وعنده ريحته رائعه. تغسل ورحت نسد قهوه، هنا قلت لكم مازالهم ولادي مازالهم عاقلين. الو هذاك الموسكوتو هذاك اللي كامل شكرتو لي فيه وقلتو لي يعطيك الصحه كي درت لنا الموسكوتو بزوج حبه بيض تما اقتصادي، وكاين بزاف اللي قالوا لي ديك نديروه في تما بولادهم جابوه، كاين اللي جابوا السيزيام ان شاء الله ربي يفرحهم، والبيام والباك كامل بالتوفيق لصحاب الباك ان شاء الله ربي كامل ينجحهم ويفرحكم. صافي قطعت هكا دو مورسو، شوفوا الوصفه تلقاوها دوك نخليها لكم هنا في الاخير. هذا الموسكوتو هكذا غير بزوج حبات بيض ورايح يخرج لكم الله يبارك كبير. هذا المعجون تاع لي فخاز سيرين هي اللي طيباتو، باسكو انا كنت خرجت وما لقاوش المعجون تاع لي فخاز، الوغ كان عندي شويه لي فخاز في الكونجيلاتور، جبداتو دارت له السكر وزادت له الماء كيما كنت تشوفوا معمر بالماء وحطاتو يطيب. الوغ حتى من بعد انا عاودتلو واش تايدي شرب قهوه معانا. هنايا اللي قالوا لي صوريها لنا كي تعصر، هاي لي كيفاش يتعصر ها، شوفوا مازالها 17 دقيقه. الباب دوكا تاع حاجكم تاع السال دو بين مفتوحه، بصح كي مغلوقه ما نسمعولهاش كاع من الجهه اللي من هيك. ها ما تزغد بلاصتها ما قريب. نعاودو ندخلو للكوزينه، كان جاب لي مولبيت شويه قضيان شويه خضره اللي راهي النار تشعل فيها، ما تقدري تشري حتى حاجه. هذا مازال العيد الكبير ان شاء الله ما نقدروا نتناول حتى حاجه، الوغ لا كي العيد الكبير يا ضرب. الله المستعان، كان جاب لي هنايا زوج دجاج، ماشي زوج دجاجات، زوج حمامات في قصر. زوج حمامات
الو نقيتهم، كان جاب لي هاد القضيه النهار من قبل، صافي نقيت غير هادوك في الليل، صافي نقيت غير هادوك الدجاجات باش ما يفوحوليش ولا. مليح غسلتهم كامل بالخليته، حطيتهم في الفريجيدير. وهنايا جيت ندير هاد لاماغينات هادي اللي الدجاج باش تجيني بنينه. درت شويه زعتران، ملح، فلفل الكحل، كركم، شويه قرفه وفلفل عكري. وكيما شفتوا لا موتارد اللي ما عندهاش لا موتارد دير القارص ولا الخل، والثوم اكيد هو اللي يبنن كامل، هو اللي يبنن الدجاج المحمر. شويه زيت وشويه ماء. شوفوا ديجا الدجاج باش يتحمر ديروا له غير الملح والثوم، يخرج طاب، يخرج بنين. هنايا اللوبيا هادية نحيت هاد الكميه، شويه لوبيا وهاد الحبات تاع القرعه باش نديرهم تما، باش نديرهم في الويكاند في الجمعه نديرهم طعام. نحيتهم تكوتي صافي. هنايا هذيك لا ماغيناد نخلطها كامل وندير لها هذيك الدجاجه، نحكمها ندير لها كامل ماساج من الداخل. هذيك كيفاش نقولوا لها، هذيك لا ماغيناد ندخلها كامل من الداخل ومن الفوق. هنا راني بيد وحده شغل شايده يد في التليفون ويد راني نخدم. هنا انايا كنشري لي هاد الاكياس تاع الكوشه هادو يتقطعوا فراجيل، تما غير تفتحيها تتقطع. جيت حنا نغطي بها برك من الفوق، على بها درت داخل في لو بلا هذاك. سينون لو كان ستي بريفي نديرو ديريكت في الساشي، ندير ديريكت هذيك لا ماريناد نديرها في الساشي، ما نوسخش هذاك لو بلا. الوغ كي شتها ما تقطعتش، رفتها درتها لداخل، رفتها درتها لداخل. هذيك اللوبيا بيان سور نقيها كامل. هذيك الزروديه ثاني درت حبيبات معها زروديه، درتهم كامل داخل هذيك الشويه ماغيناد اللي قاعده تخلطها، وزدت لها غير الملح. شوفوا هاد الوصفه هادي رايحه تجي بنينه والدراري يحبوها، انا ولادي كامل ياكلوها يعني الحمد لله ما عنديش اشكال. كما قلت لكم هذاك الكيس ما تقطع ليش الحمد لله. صافي درت كامل الخضره، وشنو شللت قبل هذاك لو مول باش ما يتحرق ليش وما يولي لي كامل كحل، عاود شللته باش حطيته في الكوشه. هنايا انا كنت خرجت خليتها في الكوشه، رحت لمسي تاع وليدي باش نشوفو باسا ولا ما باساش ولا، ووليت. شوفوا هنايا كيفاش راهي تنفخت. هنايا خلاص يدي تشلفطت ولا غير حتى تنحرقت، حتى خرجت لي شلفايطه في صبعي. المهم شفتوا كيفاش تنفخت. كي تنفخ كاين اللي يتقبوا الكيس بلاستيكي، انا ما نتقبوش، شغلي تنتقب وحده من الفوق ما عنديش اشكال. طابت زبده كي هذيك الدجاجه، كي اللوبيا هذيك. كما قلت لكم هذاك المعجون اللي طيبات وسيرين دارت له الماء، دارت له الماء. الوغ واش درت، عاود طيبته وزدت له غير تما استخليته في النار يزيد حتى يطيب. شوفوا هذه لاصوص هي اللي دارتها انا، ما كيما شفتوني ما درتش كامل الماء في هذيك لا ماغينات ديال ربي، واحد زوج مغارف الاولين هذا ما كان. هذيك اللوبيا زروديه تلقوا كامل الماء تاعهم. هنا كانت عندي تاني شويه زروديه وشويه بطراف تاني كنت فورتهم، درتهم هكذا سلاد بالخيار، شويه خيار راكو تعرفوا سلاده تاع الصيف هكذا. درت هذاك الخل، ما كانش عندي الخل، رحت جبتوه من عند مرت لوسي. انا هنايا مع سلواسي ولا عجوزتي هذه تسلف من عند هذه، حاجه اللي ما عندهاش الاخرى تسلف لها لاختها. هذه اللقطه الاسطوريه اللي تحبوها كامل تقولوا لي اذا ما فيلميتيناش الجنان غير سي با لا بين ديري لنا لي روتين. رحت نحيت شويه المعدنوس هنايا من الجنان، عبالكم كي تنحوا ما علاقاش كامل كي تشرو بوكي هكذايا تاع المعدنوس ولا تنحوا هكذا زوج وريقات من الجنان. شغل تفرحوا مع بيش كيفاش واحد الاحساس. انا قلت لهم لو كان ما منسكن باغ اكزومبل في باتيمون ندير كيما هذيك هذاك الفيلم تاع صوب مكلي يفتح في الليل، قال لك تغرسي العدس في المحابس، اختكم تغرس العدس في المحابس في الباتيمون. انا هنايا الدجاج تاعي طاب، عاود دخلت شتو كي نحيته من الساشي، عاود درت له غير شويه مارغارين فوق هذيك الدجاجه وحمرتها شوفوا من الفوق، واستقليت حبيبات بطاطا. هنايا باش ما نوسخش كامل الطباسه نحيت ديريكتومون هذيك البطاطا اللي كانت في بابي، حطيتها فوق اللوحه باش ما نوسخش الماعن وكتعرفوا، حطيتها فوق اللوحه وهذيك الدجاجه درتها في الطبسي اللي كانت فيها ديجا البطاطا تبا باش يزكى، باش يزكى لي تاني البلا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى التسليم، هضرت بزاف عييتكم نورمالمون في الهضره تاعي معليش. هنايا كيما شفتوني هذاك المعدنوس نزيد له، يزيد البنه ويزيد لا كولور ولا اروع. شويه زيتون هذاك دينوايوتي
واللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. هايديك هذيك تاع لا سالاد كل نهار ونهارو. هادو لي بلونت تاوعي ما شاء الله، شتو هذيك لا بلونت هذيك اللي جايه في الطول محبس طويل، حطيتهم مره مره باسكو نخرجهم تضربهم شويه الشمس، حطيتهم في الطاق وليدي طب رماها من الفوق لتحت، راحت كاع فيها حتى ونعاود تغرست واحد اخرى. شوفوا هذاك الدجاج كيفاش يطيب زبده في هذاك الكيس بلاستيكي، ما من الخضره شغل يطيب كلش مع بعض كي شغل كوكوطه. رأي يعني يعجبوني هذوك الاكياس. هنايا كيما راكم تشوفوا جبت الاسلحه الفتاكه الفتاكه، شحال مره نقول لكم هاد الياسمينه، هاد الجنان ما كانش هكذا كان كارثه، بعدا نوريه لكم افون اي ابري. جبت هاد المقص الصغير هذا يعني نحيت به هاد الاغصان هادو ما زياده صغار لي ميتين وكتا. شوفوا الياسمينه كامله طايحه، والعنب العنب هذا جاي من هذاك النوع الطويل، بعدا نوريه لكم تاني. شوفوا اختكم هذه خدمه نورمالمون تاع رجال وانا راني نضارب معاها يا ودي، واش نقول لكم نورمالمون لو كان جا راجل ولا يضرب ضربه وحده يجي بينحي كلش، انا راني نضارب جبت السلوم ويا ربي. المهم لحقنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم ولا استفدتوا ولا اوما ونستكم بهذا الفيديو. نشكركم على المتابعه تاعكم، نشكركم على التعليقات الرائعه تاعكم. في امان الله وحفظه وخليتكم على خير. سلام.